شوفوا هاي بالشلامشه بالموقف بالجهه العراقيه رحم الله والديكم. شوفوهن شوفوا شوفوا الابقار هاي تتمشى مكان المراجعين بالممر مال المراجعين. طبعا في منفذ الشلامجه لا يعاني المسافر فيه من وجود الابقار فقط، بل يعاني كذلك من الازدحام الكبير للمسافرين داخل مرافقه العامة التي لا يوجد فيها أدنى مقومات الحداثة من كهرباء ووسائل تكييف وراحة كذلك للمسافر، كما هي العادة في كل منافذ العالم أو على الأقل في منافذ دول الجوار. فلنشاهد. هاي المبرده مال هوا فيها بس الزباله والبطاله والقواطي، هذا المنفذ والناس قاتلها الحر. هاي الناس قاتلها الحر، الناس بس تمسح بالكلينس وتهفي. تسلكم الله، بس الجو الموظفين طاقتهم البروده، بس المنتسبين والموظفين والباقي الناس كلها قاتل الحر. لا بنكة تشتغل، هاي البنكة واقفة، حتى البنكات واقفة، ماكو شي يشتغل. هاي الناس جاي تهفي، هاي الناس تهفي بالجوازات.